الكلمة الطيبة هي الأداة والواسطة التي يتعامل من خلالها الناس ويتفاهمون فيما بينهم، وهي أداة نقل الأفكار إلى الآخرين وما يريده الإنسان منهم. لذا كانت الكلمة الطيبة هي الوسيط في التفاعل الاجتماعي وبناء الثقافة والحضارة والمعرفة في معظم العلاقات الاجتماعية. فصاحب الكلمة الطيبة تجده محبوبا بين الناس والأسرة والمجتمع. بقلم الأستاذ حسين الدخيل أبو علي القمر. هو كالبحر الهادئة أمواجه، وفي أعماقه كنوز المعرفة والأخلاق والأدب. وصفه أصدقاؤه بأنه عنوان للابتسامة، فشعاره المحبة والجود عطاؤه. إنه الأستاذ حسين محمد الدخيل، الناشط الاجتماعي والساعي بقلمه وعمله في إصلاح المجتمع. ولد في عام 1970، تخرج من الثانوية التجارية، فكان الأول بين دفعته. أنت من يعزف على قلبي وقت الحزن أنغام الفرح، هكذا خاطبه عمدة القديح بأحد رسائله. وصفه حكيم القديح بأنه لو أنصفه مجتمعه لجعله منظومة إنسانية. قلبه الكريم يبتسم قبل ثغره، قال عنه أحد أصدقائه. بدأ مجاله الوظيفي في جمعية مضر، والتحق بأحد وظائف البنوك ومنذ 27 سنة وهو يرسم البسمة على شفاه الناس. قالها أمام جمهور الكويت مرة حين سئل عن الإنسان، فوصفه بأنه كائن مليء بالمشاعر، فقال: رفقا بالإنسان، رفقا بالإنسان.